فقر الدم، ما هو وكيف يمكن علاجه؟ وما تأثيره على جمال الشخص؟ فقر الدم هو حالة تؤثر على إنتاج خلايا الدم الحمراء. خلايا الدم الحمراء مسؤولة عن حمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم. عندما يكون لديك فقر الدم، لا تحصل خلايا جسمك على ما يكفي من الأكسجين. إذا كنت من الأشخاص المصابين بفقر الدم أو تشك في ذلك فقط، فأنصحك بمشاهدة هذا الفيديو كاملاً، لأن فيه الكثير من المعلومات المفيدة حتماً. ما هو فقر الدم؟ فقر الدم هو حالة تؤثر على إنتاج خلايا الدم الحمراء. خلايا الدم الحمراء هي خلايا صغيرة في الدم تنقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم. عندما يكون لديك فقر الدم، لا تحصل خلايا جسمك على ما يكفي من الأكسجين. أسباب فقر الدم: هناك العديد من الأسباب المحتملة لفقر الدم. بعض الأسباب الأكثر شيوعاً هي نقص الحديد. الحديد ضروري لصنع الهيموغلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء والذي يحمل الأكسجين. إذا لم يكن لديك ما يكفي من الحديد في نظامك، فلن تتمكن خلايا الدم الحمراء من إنتاج الهيموغلوبين بشكل صحيح. ويمكن الحصول على الحديد من خلال المكملات أو الأطعمة التالية: نقص فيتامين B12. فيتامين B12 ضروري لصنع خلايا الدم الحمراء. إذا لم يكن لديك ما يكفي منه في نظامك، فلن تتمكن خلايا الدم الحمراء من التشكل بشكل صحيح. يمكن الحصول على هذا الفيتامين من خلال تناول الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان. نقص حمض الفوليك. حمض الفوليك ضروري لصنع خلايا الدم الحمراء. إذا لم يكن لديك ما يكفي من حمض الفوليك في نظامك، فلن تتمكن خلايا الدم الحمراء من التشكل بشكل صحيح. يمكن الحصول على حمض الفوليك من خلال تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين أو من خلال تناول مكملات غذائية. هذه بعض الأطعمة. أمراض الدم الوراثية. هناك العديد من أمراض الدم الوراثية التي يمكن أن تسبب فقر الدم. بعض الأمثلة الشائعة هي فقر الدم المنجلي، أمراض الكلى أو الكبد. يمكن أن تتسبب أمراض الكلى أو الكبد أيضاً فقر الدم. اضطرابات المناعة الذاتية. يمكن أن تتسبب اضطرابات المناعة الذاتية أيضاً فقر الدم. السرطان. يمكن أن يتسبب السرطان أيضاً في فقر الدم. أعراض فقر الدم. تشمل أعراض فقر الدم ما يلي: التعب، الدوخة، شحوب الجلد، صعوبة التنفس، السرعة في ضربات القلب، الصداع، البرد في اليدين والقدمين، تغيرات في السلوك. تشخيص فقر الدم. يمكن تشخيص فقر الدم من خلال اختبارات الدم. بعض الاختبارات الشائعة التي يمكن استخدامها لتشخيص فقر الدم هي عد الدم الكامل. يعطي هذا الاختبار صورة شاملة لخلايا الدم، بما في ذلك خلايا الدم الحمراء. اختبار الهيموغلوبين. يقيس هذا الاختبار كمية الهيموغلوبين في الدم. اختبار الهيماتوكريت. يقيس هذا الاختبار نسبة حجم خلايا الدم الحمراء إلى إجمالي حجم الدم. علاج فقر الدم. يعتمد علاج فقر الدم على السبب الأساسي. إذا كان فقر الدم ناتجاً عن نقص الحديد، فإن العلاج الموصى به عادة هو مكملات الحديد. إذا كان فقر الدم ناتجاً عن نقص فيتامين B12، فإن العلاج الموصى به عادة هو مكملات فيتامين B12. إذا كان فقر الدم ناتجاً عن مرض مزمن، فإن العلاج الموصى به عادة هو علاج المرض المزمن. الوقاية من فقر الدم. يمكن الوقاية من بعض أنواع فقر الدم من خلال اتباع نظام غذائي صحي. على سبيل المثال، يمكن الوقاية من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالحديد التي سبق ذكرها. يمكن الوقاية من فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين B12 عن طريق تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين. يمكن أن يؤثر فقر الدم على الجمال بعدة طرق، منها شحوب الجلد. يسبب فقر الدم انخفاض مستوى الهيموغلوبين في الدم، وهو البروتين الذي يعطي الدم لونه الأحمر. يؤدي انخفاض مستوى الهيموغلوبين إلى شحوب الجلد، مما يجعل البشرة تبدو شاحبة وباهتة.
تكسر الأظافر. يمكن أن يسبب فقر الدم تكسر الأظافر وهشاشتها، مما يجعلها تبدو ضعيفة ومتقصفة. تساقط الشعر يمكن أن يسبب فقر الدم تساقط الشعر. التعب يمكن أن يسبب فقر الدم التعب والإرهاق، مما قد يؤثر على النشاط اليومي والقدرة على ممارسة الرياضة. بالإضافة إلى هذه الأعراض الجسدية، يمكن أن يؤثر فقر الدم أيضاً على الحالة المزاجية والشعور العام بالصحة والسعادة. قد يشعر الأشخاص المصابون بفقر الدم بالتعب والإرهاق، مما قد يؤثر على قدرتهم على الاستمتاع بالحياة. إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المهم استشارة الطبيب. يمكن أن يساعدك الطبيب في تشخيص فقر الدم وتحديد السبب الأساسي، ثم يمكنه تقديم العلاج المناسب.